مساء الخير عليكم. كثير يقول شلون مبتسم ورايق، يعني الحياة كده ماشية حلاوة معك؟ لا يا حبيبي، الحياة مليئة بالمنغصات، بالأحداث، بالآلام، ولكن في قاعدة جميلة جدا لو تعلمتها وتعلمتيها راح ترتاحوا في حياتكم، قاعدة ستيفن كوفي 10-90. شو تقول هذه القاعدة؟ احفظوها وطبقوها بترتاحوا صدقوني. قاعدة تقول إن 10% من الأحداث اللي تحصل هي خارجة عن إرادتنا، و90% هي الأشياء اللي إحنا نقدر نتحكم فيها. خلينا ناخذ أمثلة عشان نوضح معنى هذه القاعدة. وانت بالشارع لا سمح الله تعرضت إلى حادث مروري، خلينا نشوف إيش اللي راح ممكن يكون. ممكن أن أنت تعصب وتنفعل وتجمع الناس وتكبر المشكلة، وممكن لا تقول قدر الله وما شاء فعل وتهدي نفسك وراح يجي المرور، راح يجي نجم، راح ينحل الموضوع وتنحل المشكلة. ناخذ مثال ثاني عشان نوضح الفكرة. وانت جالس بالبيت على طاولة الطعام، جاء ولدك حامل الشوربة، والشوربة حارة وكبها انكبت عليك، فانت ممكن تعصب وتشتمة وما عارف ايش وتتدخل امه وتقول لها هذه تربيتك، انت لو مربيتنا صح ومعلمتنا كيف يمسك الشوربة كان ما صار كده، وانت مخربة العيال ولب لب، تكبر المشكلة وراح تتوتر علاقتك مع اولادك وتتوتر علاقتك مع زوجتك والمحيط اللي جنبك. وممكن لا تشتغل على 90% وتقول له معليش يا بابا، الحمد لله على السلامة، بسم الله عليك، انكب الشر، ثاني مرة انتبه يا حبيبي لما تمسك الشوربة. بالطريقة هذه انت اشتغلت على 90% اللي هي المفترض تقوم فيها. جالس في ديوانية، واحد حب يستفزك من الموجودين، اغلط فيك، ممكن ان انت تتجاهله، تحافظ على نفسيتك، تحافظ على الاجواء الموجودة كاملة اللي هي 90% اللي تكلمنا عنها. ممكن لا تقوم انت وتعصب وتخربط مزاجك وتخربط اللي حولك كلهم. فدائما اشتغل على 90%، 10% هي ظروف خارجة عن ارادتنا. على سبيل المثال احنا الان حضر وجالسين بالبيت وزعلانين، الكورونا وما عارف ايش، هذه تشكل 10%. 90% احنا كيف نتعاطى مع هذا الحدث؟ نبحث عن برامج تسالي في البيت، برامج تعليم، قرآن كريم، نشغل الوقت بطريقة ونحافظ على نفسيتنا ونظل بهذه مبتسمين ومبسوطين. هي القاعدة هذه احفظوها واشتغلوا عليها. يعطيكم العافية، يومكم سعيد.